انا خالد اديب وهكون بقدم لكم برنامج اندبندنت ثانك يو. برنامج اندبندنت ثانك يو يختلف عن اي برنامج لسبب واضح وصريح جدا. اي برنامج سواء على التلفزيون او اونلاين بيبقى عنده فريق اعداد بيقعدوا مع بعض كل اسبوع ويتناقشوا في هيعملوا ايه في الحلقه وايه الاسئله اللي هتتسال وبيسالوا الضيف لو الاسئله دي هتتسال ولا لا. احنا بنختلف. احنا فريق الاعداد بتاعنا هو الجمهور. بمعنى ايه؟ بمعنى ان قبل كل حلقه باسبوع بنقدم اسم الضيف على فيسبوك وعلى تويتر بيج بتاعنا وانتوا اللي بتختاروا الاسئله اللي عايزين تسالوها. كل الناس بتقدم الاسئله اللي عايزه تسالها واحنا بنتفرج عليهم كلهم بنقي منهم 10. من العشر اسئله دول بيتسالوا للضيف وهو بيرد عليهم من دلع البرنامج. فانتوا المعدين، انتوا بتسالوا واحنا بننفذ. خلينا نتفرج على اول حلقه مع بعض. احنا مبسوطين جدا ان احنا قدرنا نستقطب الضيف اللي ساعدنا جدا باستقباله ومبسوطين جدا ان هو قبل دعوتنا وان شاء الله هتنبسطوا جدا باول حلقه. اهلا بيكم اول حلقه اندبندنت ثانك يو. ليا الشرف ان النهارده عندي ضيف بيأثر مش بس على مصر بس على العالم كله بصراحه. اديب دكتور سنان ناشط سياسي وفي زمان كنا بنتكلم عن انجازات الدوله وايه اللي بيحدد الدوله وايه اللي بيحدد ثقافه الدوله. الدوله مش بانجازاتها، الدوله مش بالحرب، الدوله بالكلام، كلمات هي اللي بتبقى، كلمات هي اللي بتبقى. فلذلك ساحر كلام دكتور علاء قصواني اول حلقه ليا شرف مع حضرتك. لا ان شاء الله بعد الثوره لقينا في انفجار كبير جدا لعدد الرسومات اللي في الشارع، الجرافيتي، الحاجات اللي بتعبر عن اراء الناس السياسيه. هل حضرتك شايف ان دي فعلا وسيله معتمده للاعتراض ولا ده تعبير عن الراي ولا ده فن؟ لا، هو بعد اي ثوره في التاريخ بيحصل موجه دعائيه عاليه جدا، لان الثوره بتغير رؤيه الناس للعالم، والثوره بتطلق طاقات الناس من حاله التمرد ثم حاله التغيير والمشاركه في التغيير. لازم تطلع موجات من فنانين كبار وكتاب ورسامين. ده حصل في مصر قبل كده بعد ثوره 19 وبعد ثوره 52، دايما كان بيبقى في حاله من الابداع عاليه جدا. فاحنا هيحصل لنا كده وده شيء كويس يعني. فحضرتك شايف ان ده تعبير فني اكتر ما هو؟ طبعا طبعا، الثوره بتغير رؤيتك للحياه، بتخليك تكسب ثقه في نفسك. فمصر فيها مبدعين كتير جدا، اول ما بتحصل ثوره هتجد انه بقى في مبدعين ظهروا جداد موهومين جدا، وده حصل فعلا. لو هنرجع بقى لتاريخ حضرتك الفني، طبعا حضرتك كتبت كتب زي عمارة العريان وزي شيكاغو وترجموا في كذا كذا لغه وتوزعوا في كذا دوله، واظن نزلوا في نيويورك تايمز ده سر. في عمارة العريان اتعمل فيلم. رأي حضرتك ايه عن ترجمه مبدئيا مبدا ترجمه الكتب الى الافلام؟ هل ده بيأثر على مصداقيه الكتاب ذات نفسه والكلام وعن فيلم عمارة العريان؟ لا لا لا، الروايه هي للقراء الروايه، يعني عمر الفيلم ما يغنيك عن الروايه، لان الفيلم ده وسيط فني اخر. يعني هو الفيلم بيساعد على نشر الفكره بتاعت الروايه، انما الروايه نفسها لازم تقراها. فانا يعني مش شايف ان في علاقه بانه يعني الناس تقدر لما تشوف الفيلم ما تقراش الروايه، لا ده موضوع تاني. الروايه حاجه والفيلم حاجه. فيلم عمارة العريان بالذات انا سعيد بيه جدا وفخور بيه جدا وشايف ان هو كان علامه في السينما المصريه وحقق نجاح بره كتير يعني. فطبعا دي كانت حاجه كويسه. دور الفنان السياسي بصفه عامه، الفنان مش بس في مصر، بتكلم عن اي ثوره بيحصل فيها الانفجار بتاع زي مثلا ثوره فرنسا، طبعا فرنش ريفولوشن كان فيها مش ابداع، كان فيها انفجار في كل حاجه سواء في الكتابه في الرسم في الموسيقى. دور الفنان في السياسه؟ لا، هو يعني احنا عايزين نميز بين السياسه والعمل العام، لانه لما تقول بوليتيشن او سياسي ده راجل عايز بيشتغل علشان يقدر يتم انتخابه في دوله ديمقراطيه عشان يوصل لصناعه القرار عشان يطبق افكاره، ده البوليتيشن. الفنان مش بوليتيشن، يعني نادرا ما بيبقى بوليتيشن او رجل سياسي، ولكن الفنان بطبعه لابد ان يكون منغمسا في العمل العام، يعني لازم يدافع عن الحريه ولازم يدافع عن العداله، لان دي طبيعه الفن او رساله الفن. يعني فكره الفنانين اشتركوا في الثوره وانا منهم، دي حاجه طبيعيه، انا شايف انها حاجه طبيعيه جدا وفي العالم كله حاجه طبيعيه. لما بقى الفنان يرشح نفسه في مجلس الشعب، ده بيخش هنا او الرئاسه بالظبط، بيعدي حاجه ثانيه بقى. انما الطبيعي ان الفن الذي هو في اساسه دفاع عن القيم الانسانيه، عن الحريه والعداله والمساواه، طبيعي ان الفنان يكون منخرطا في العمل العام او في الثوره، غير موضوع السياسه او المناصب السياسيه، دي حاجه ثانيه. طب بما اننا دخلنا في مبدا الفن ومبدا التعبير بصفه عامه،
ايه رأي حضرتك في تطبيق الافكار الديمقراطية في مصر حتى الان بعد الثورة لغاية دلوقتي؟ هل احنا وصلنا لحد معين من حرية الرأي والديمقراطية، او احنا لسه محددين نفسنا، او في حد محددنا؟ لا، اصل حرية التعبير دي وسيلة تغيير في النظام الديمقراطي، مش مجرد انك تتكلم. حسني مبارك ولا زال النظام مبارك مستمرا لغايه دلوقتي، احنا ما غيرناش حاجه خالص غير ان احنا شلنا حسني مبارك وحطينا المجلس العسكري، انما نفس الطريقه ونفس الاسلوب ونفس كل حاجه. هو مش بيعمل لك حريه التعبير، بيعمل لك حريه الكلام. حريه التعبير معناها ايه؟ ان انا اكتب مقاله موثقه ضد وزير فيتعمل حاجه وتتعمل لجنه والوزير ممكن يتحبس، دي حريه التعبير. احنا عندنا حريه الكلام اللي هو عملها حسني مبارك، اللي هي المعادله بتاعتها اكتب اللي انت عايزه والرئيس هيعمل اللي هو عايزه. فاللي عندنا هنا مش حريه التعبير، عندنا حريه الكلام. بس في ناس بتقدم، وانا بصراحه من مؤيدين الفكره دي، في ناس بتقدم يعني نظريه ان احنا لما صدقنا، يعني بقى 30 سنه ساكتين، فلما صدقنا ان احنا قادرين نفتح بقنا بكلمه فبنقولها، فبيحصل بقى خليط بين اللي بيفهم واللي بيفهمش، واللي بيتكلم لسبب شخصي واللي بيتكلم عشان يعيق حد، فكل ده بيخش في بعضه. فهل ممكن ده يعيقنا في طريقنا للديمقراطيه، ولا هل احنا من حقنا عشان بقى 30 سنه ساكتين فنقول ان احنا عايزين وخلاص؟ ده احنا 30 سنه وكنا ساكتين، انا كنت بكتب مقالات وغيري بيكتب مقالات بتنتقد حسني مبارك. لا طبعا حضرتك ما اختلفناش، انما كان في معارضه، بس ان انا انما اللي انت بتقوله بقى مش موضوع الكتابه، مش موضوع ان احنا ساكتين، موضوع تكوين الحركات السياسيه كتير والائتلافات بعد الثوره، ده طبيعي طبعا. ولكن ايضا المشكله ان الثوره لم تحقق اهدافها. يعني لو قدرنا نتخيلنا ان مثلا المجلس العسكري كان بعد الثوره راح عامل فعلا اهداف الثوره، وعمل تطهير وطهر القضاء واعاد هيكله الشرطه وعمل محاكمات للناس اللي قتلوا المتظاهرين، كانت الناس هتهدى. انما الناس حاله الهيجان اللي احنا فيها دي، لان ما حصلش حاجه، ما حصلش تغيير، فالناس حاسه ان انا زي بالظبط لما تروح تشتري حاجه فتدفع ثمنها والراجل يقول لك لا ما عنديش، فطبعا بيحصل لك ثوره. احنا في الحاله دي الثوره المصريه دفعت ثمن يكفي لثلاث ثورات وما خدناش اي حاجه لغايه دلوقتي. يعني المجلس العسكري هيبقى ليه دور بعد تسليم السلطه؟ يعني اصل تسليم السلطه برضه تعبير يعني عايز يتحدد. بلاش لا يعني قصدي لا بالعكس ده كويس، انا عايز اتحدد معنى ايه، يعني ايه تسليم السلطه؟ يعني تسليم السلطه معناه الحقيقي او معيار من معايير الديمقراطيه الحقيقيه ان المكنه العسكريه بتاعت البلد تبقى تحت قياده مدنيه. يعني ان الجيش ده وزير الدفاع ده يبقى تحت رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه ويبقى هو اللي يقول له يعمل ايه، لو وصلت لده يبقى ده تسليم سلطه. لو ظل الجيش يملك قراره بعيدا عن الوزاره المنتخبه او الرئيس المنتخب يبقى احنا ما عندناش ديمقراطيه ويبقى السلطه ما اتسلمتش. المجلس العسكري هيبقى ليه دور فعال بعد الانتخابات؟ انا اعتقد ان اتمنى المجلس العسكري ما يبقالوش دور فعال، ولكن انا المؤشرات بتقول ان المجلس العسكري عايز وان سلم الحكم عايز يبقى بيسيطر عن بعد، وده حصل قبل كده في بلاد ثانيه. زي يعني اشهر مثلا في الموضوع ده تركيا. حصل تركيا وايران؟ ان انت ان الجيش قاعد في ورا وهو زي الممثلين على خشبه المسرح، بس في اي لحظه من اللحظات يقدر يقفل العرض. اتمنى ان ده ما يحصلش، واتمنى ان فعلا يبقى في ديمقراطيه حقيقيه، وزي ما قلت لحضرتك لابد ان الجيش يبقى تحت قياده بدنيه منتخبه. لو ما عملتش كده الناس كانت بتتريق على وزير الدفاع اسبانيا ان كانت ست، وكمان حصل طب زي هي ست كانت حامل كمان. دي فيها فكره انه لما اخلي واحده ست كمان وزيره الدفاع يبقى النظام المدني الديمقراطي المنتخب له سيطره كامله على المكنه العسكريه مش العكس. وده فعلا معيار لان يبقى في ديمقراطيه حقيقيه. اولا خلينا ننتقل لانتخابات الرئاسه ده الوضع الحالي اللي احنا فيه. مبدئيا هل الدكتور علاء الاصواني ليه ايه يعني نقول انحياز لاي تيار نزل في انتخابات الرئاسه، او في اصلا ايه مرشح في وجهه نظر حضرتك يصلح حتى الان؟ هل ظهر لنا الزعيم رجل مصر القادم ده ظهر؟ انا ديمقراطي اساسا. جميل. ولكن الفكره مش هنا، مش ان انا مين اللي عبر عن افكاري، الفكره ان انتخابات الرئاسه بهذه الصوره ليست نزيهه، وبالتالي
مفيش اي شيء اتعمل في انتخابات الرئاسه دي يطابق المعايير الدوليه للانتخابات النزيهه. يعني نمره واحد التوكيلات كانت بتتباع. خلاص كده انت في اي حته يعني التوكيلات كانت بتتباع. نمره اثنين كان في اتجاه وتعليمات لموظفين الشهر العقاري بدعم مرشحين محددين واستبعاد مرشحين محددين. بس انا اللي شغال الشهر العقاري. بالظبط. هم قاعدين وراهم مش عاجبهم كتير. نمره ثلاثه انت ما عندكش شفافيه التمويل. انا ما اعرفش مين بيصرف على مين وده حق ديمقراطي اصيل. مفيش ديمقراطيه بشفافيه التمويل من غير شفافيه التمويل. فانا ما اعرفش مين بيصرف الفلوس دي. لازم اعرف مين بيصرف الفلوس دي. ثالثا القانون بيطبق بطريقه انتقائيه وده منتهى الظلم على الناس مش على الناس. انت مطبق على ابو اسماعيل ان هو معاه جنسيه اوكي. انا فاهم ده. طيب الفريق شفيق ضد 42 بلاغ كسب غير مشروع لقالهم النائب العام للقضاء العسكري والقضاء العسكري قال احنا ما جبناش حاجه. واخد بالك؟ هل السيد عمر سليمان ان هو نمره اثنين للمخلوع هل تم فحص ثروته؟ هل تم محاكمته بطريقه زي حسني مبارك؟ اليس هو مسؤولا عن قتل المتظاهرين؟ كل دي اسئله تجعل الحقيقه ان احنا في مسرحيه. انا يعني مسرحيه بالنسبه لي غير ممتعه. اخرتها فين؟ اخرتها انه يعني او الهدف منها هو ان المجلس العسكري يضع رئيسا يسيطر عليه وزي ما انا قلت لك هيبقى هو قاعد في الكواليس وانت او بعض الناس يعني فرحانين بان عندنا رئيس وعندنا بتاع. واخد بالك؟ الحقيقه في الحقيقه انه المجلس العسكري جبنا سيره حسن صالح اسماعيل كان مرشح محتمل لرئاسه الجمهوريه. هل اللي حصل قريب موضوع الجنسيه واستبعاد عن الانتخابات وكل الكلام ده هل ده هياثر على حسن صالح اسماعيل كفرد ولا هياثر على الطيار الاسلامي كله؟ يعني الدكتور سليم العوض الدكتور عبد المنعم فتوح خالد الشاطر. لا هو المفروض ياثر على عليه كفرد لانه لم يكن يصح ان هو يخفي معلومات عن الناس لان ده معترض. وانا لا يمكن اصدق اطلاقا ان والدتي تكون انا اتعلمت في امريكا ويعني وقعدت في امريكا سنين يعني مش ممكن والدتي يبقى معاها جرين كارد او معاها جنسيه وانا مش عارف. غير كده ولو ده حصل هيبقى حاجه غريبه جدا برضه معناها سلبي ان انا ماليش علاقه بامي خالص لهذه الدرجه يعني واخد بالك. فانا بس الفكره هنا ان احنا لازم نتعلم يعني ده مفيد عشان نتعلم ان الدين شيء ومن يتحدث باسم الدين حد تاني. يعني لما يكون الاستاذ ابو اسماعيل عمل غلط ده مش معناه ان الدين نفسه غلط. ده معناه ان هو اللي غلط بس. فاعتقد ان ده مفيد في هذا الموضوع. بس حضرتك التوقيت بتاع اللي حصل مع حسن ابو اسماعيل واللي حصل مع الاخوان المرشحين خالد الشاطر بالرغم ان هم قالوا مليون مره ان هم مش هينزلوا بمرشح رئاسه الاثنين دول مع بعض في ناس كتير جدا بتقول ان الاثنين دول مع بعض خلاص يعني يعتبر بالبلدي كده ضربوا التيار الاسلامي في مصر على الاقل في يعني انا بص حضرتك كل واحد مسؤول عن اخطاءه يعني ما ينفعش ان انا اغلط غلط او انت تغلط غلط وبعدين لما يكتشف الغلط ده اقوم اتهم الاخرين بانهم بيتعمروا عليا. الحقيقه انا اللي تعمرت على نفسي لان انا ما كانش المفروض اغلط واخد بالك. فهو غلطان مفيش كلام. بس على الشوربه في الزبادي هي كده. انا مش عارف فين الزبادي في الناس. الزبادي بقى هيبقى الطيار الاسلامي. ايوه يعني انت يا سيدي ليه انت توتر هو يعني دلوقتي يعني واحد يساري طلع نصاب يبقى كل المصريين وحشين؟ ده مش صح واخد بالك. بس في نفس الوقت ما ينفعش ان انت الراجل يبقى ما قالش الحقيقه وبعدين نقول لا دي مؤامره عليه. الحقيقه ما في مش عارف ايه المؤامره فين اذا كان فعلا في باسبور. لا غير كده حضرتك درس بره وانا قعدت فتره في امريكا. الجرين كارد بيتم الحصول عليه عشان الشخص يقدر يشتغل في امريكا مش عشان تبع الجنسيه. فوالدته اصلا الله يرحمها لما وصلت هي كانت تقاعدت فمستحيل يكون معاها الجرين كارد من اصله اللي هي فوق السن الطبيعي للشغل. فيعني هو الموضوع حضرتك انا دلوقتي في باسبور موجود براقه انا بعتبر القضيه انتهت انا مش فاهم بنتكلم في ايه. ما عشان في كان في لفه ودوران ما هو لغايه دلوقتي هيبقى في ده غلط. وده غلط. انا مش فاهم انتوا زعلانين من ايه يعني الناس اتباعه مع احترامي. انت المفروض تزعل منه مش تعمل يعني تعمل مظاهرات ضد النظام. لا انت تزعل منه لان هو حطك في هذا الموقف لانه لم يكن صادقا. مرشح اخر محتمل لرئاسه الجمهوريه الفريق احمد شفيق كان في ايام لما كان رئيس وزراء مصر كان في قعده مع حضرتك على قناه ام تي في مع الاستاذ مايكل جلال والاستاذ خالد قنديل والاستاذ هاني سويرس. طبعا حضرتك ليك شعبيه الاستاذ جميل سوريس ليه شعبيته الاستاذ حمدي قنديل ليه شعبيته. بس في ناس كتير جدا اتهمت القعده دي بان كان فيها نوع من انواع التجمهر على فريق احمد شفيق. انتوا كنتوا بتحاولوا
تتلموا عليه عشان توصلوا للراجل اللي هو طبعا انا بقول لحضرتك ان انا قريته طبعا مش وجهه نظري الشخصيه. ان تتلموا عليه عشان ان هو يوصل لنقطه معينه من العصبيه فيطلع منظر وحش او يوصل لنقطه معينه من العصبيه فيقع في كلام او فايه رايك؟ ده طبعا غير صحيح خالص. وانا لما رحنا الفريق الشفيق كان عامل لنفسه حبل الدعايه في قنوات ثانيه من ضمنها مثلا قناة دريم كان طلع قبل كده وعمل يعني ما كانش. ولما رحنا رفضوا اصلا المكتب بتاعه ان احنا مش بس نطلع معاه ولا نعلق على فيديو من اللي هو موجود يعني. قال لك هنقول هنطلع احنا بعد ما هو يمشي فهو هيقول هنرجع الستيتمنت او يعني الكلام اللي هو قاله واحنا نرد عليه. انما ما طلعش الفيديو واحنا بنعلق عليه. فانا شخصيا وافقت قلت له اوكي لان انا بالنسبه لي انا كنت عايز يعني اقول للناس ان هذا الرجل مسؤول عن جرائم، مسؤول عن موقعات الجبل ومسؤول عن تهريب اموال وهو نمره 2 بتاع حسني مبارك وحاجات كتير. فجاه مدير المحطه قال له ما تيجي ما تخليك معاهم وتبقى مواجهه. فهو وافق. وعرفت بعد كده ان بعض الناس من المحطه حذروه واخد بالك وقالوا له يعني الناس دي مختلفه او فلان وفلان دول مختلفين لانه كان قاعد مع ناس ثانيه قبل كده. انا ما غلطتش في اي ولا كلمه. لما تشوف الفيديو هو اللي غلط وهو اللي يعني هو اللي تجاوز في الكلام. انا ما غلطتش في اي حاجه. انا كنت بقدم كونسبت جديد وكنت عارف ان هو مش هيعجب الناس كلها بس انا كنت شايف لازم اعمل كده مع الناس. انه انا ما بشتغلش عند رئيس الوزراء، هو اللي بيشتغل عندي. واخد بالك؟ ده كونسبت مش هيريح ناس يعني. نقول مثلا رد الفعل كان 80% معايا و20% ضدي اللي جالي اللي وصل لي يعني. ال 20% دول طبعا كان جهاز امن الدوله ضدي وبعتوا لي تهديدات وبتاع. انما وكان يوم حرق انه بعد ما هو مشوه يعني. انما في ناس ما استريحتش الموضوع ده لان هو عنده انه الرئيس ده زي كانه رئيس القبيله زي ابونا واحنا المفروض يعني مجموعه كده او مفاهيم خاصه بالاستبداد. انا شايف انه الديمقراطيه معناها انك انت لازم انا احاسبك ولازم كان ناس في الشارع لازم يوقف رئيس الوزراء ويساله اسئله ولازم رئيس الوزراء يرد عليه ويقول له ودى الفلوس فين. عشان كده لما هو فقد اعصابه وقال لي انت مين هو قصده يعني كيف تطرح على مهمتي كلمه. فانا ما رضيتش اقول له انا يعني انا يعني النجاح بتاعي على مستوى العالم يخليني ممكن كنت اقول كلام تاني خالص يعني. بس انا قلت له انا مواطن مصر ومن دلوقتي اي مواطن وهتشوفه في التسجيل ان قلت له من دلوقتي بعد الثوره اي مواطن مصري من حقه ان هو يوقفك ويسالك وانت لازم تجاوب. واخد بالك؟ يعني هو ده انا ما اعرفش شريك اساسا لازم يلبس بدله ويتمشى في وسط البلد. بالظبط بالظبط بالظبط. او جلوف او جلوف. طيب شكرا جدا دكتور على سوري شرف. ربنا يخليك. ربنا بالتوفيق. ربنا شكرا. شكرا. استنوا في الحلقه الجايه. ثانك يو. شكرا.